السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة حلويات لالة سعيدة. اليوم غادي نوجد معكم إن شاء الله بطبوط معمر بحشوة لذيذة جدا واقتصادية وطريقة سهلة باش كيجي عامر في الجناب. هانتوما كتشوفوا كي كيجي عامر، كيجي ساهل وبطريقة مبسطة. نخليكم مع المقادير ديالو وطريقة التحضير. كنحتاجو في العجينة جوج زلافات ديال دقيق الفينو، وزلافة وحدة ديال دقيق الفرس، وشوية ديال الملحة، والخميرة ديال العجين، والماء الدافي. كنخلط الطحين حتى كينسجمو طحين الحرشة مع طحين الفرس. كندير الخميرة والملحة ونبقى نزيد الماء بشوية بشوية حتى كتخلط ليا العجينة. صافي، ملي تجمعات لي العجينه كتكون الاستيك، كنديرها في واحد الاناء ونخليها حتى كتخمر، وندوز معاكم باش نوجدوا الحشوه. كنحتاجوا في الحشوه جوج خيزويات محكوكين اولا مشلضين، جوج بصلات مشلضين، وربعه د القرعات صغار مشلضين حتى هما، والكفته، المعدنوس، وشويه التحميره، شويه الحرور الحاره، شويه الكمون، كيكون الكمون كتر، وشويه ديال الخرقوم، شويه ديال الابزار، وشويه ديال الملحه، والزيت باش نشحروا الخضر. كندير مقلاة على النار وكندير فيها البصله ونزيد عليها خيزو ونزيد عليها القرعه. كنحركهم مزيان ونخليهم حتى كيتشحروا حتى كيطيبو، عاد كنزيدهم العطريه. صافي، ملي طابت الخضر كنزيد المعدنوس ونزيد التوابل، كنخلطهم مزيان. صافي، ملي كتخلط التوابل مع الخضر كنطفي عليهم النار حتى كنحيدهم من فوق النار، عاد كنزيد معاهم الكفته. صافي، دابا ملي حيدتهم من النار كنزيد نديرهم في واحد التبصيل ونزيدهم مع الكفته، كنبقى نحركهم مزيان. ها هي العجينه ديالنا خمرات والحشوه بردات، كيخصها تكون بارده، عاد كنبقاو نعمرو البطبوط ديالنا. كنجيب شويه د الفينو وشويه د الماء، كندير شويه د الفينو فوق سطح المائده، كنديرهم على شكل كويرات صغار، كندير يديا في الماء، عاد كنهز العجينه باش ما تلصقش ليا العجينه في صباعي، لان كتكون العجينه رطبه شويه. كنخلي الكويرات حتى كيرتاحوا شويه باش يساعدوني في التقراص. دابا ملي ارتاحوا غادي نبقى نعمرهم. كنبقى نستعن شويه بدقيق الفينو، كيجي فيهم زوين، كيجي حتى في الوجه ديالهم. كنطلق الكويره شويه، عاد كندير في وسطها الحشوه، ندير قياس جوج معلقات كبار وكنجمعها على هذا الشكل. هذا انتما كتشوفوا باش كتجي عامره في الجناب مزيان، وكنخليها حتى كترتاح شويه، وكندوز الكويرات الاخرين. كندير فيها حتى هاد الكويره قياس جوج معلقات ديال الحشوه،
وكنجمعها على هذه الطريقة، وكنخليها حتى هي ترتاح، ونستمر على هذه الطريقة حتى كنسالي البطبط ديالي كامل. صافي، ملي ساليت الخبيزات كلهم كندوز الاولى، كنحاول ما نقرصهاش بزاف، غير كنبقى ندير بصباعي بشويه بشويه باش ما تخرج ليش الحشوه في الجناب، وكندير واحد الزيف ونحط وحده حدا وحده شي بلاطو او لا لاطا، وهذه هي الطريقة الناجحة باش كيجي عامر حتى في الجناب، وسهلة كما كتشوفوا. صافي، دابا ملي ساليت الخبيزات ديالي غادي ندوز معاكم باش نطيبوهم. كندير مقلاة على النار، وكنرش واحد شوية الزيت، غير واحد القطيرات، وكندير البطبوطة فوق المقلاة، وكنعاود نرشها فوقها واحد شوية الزيت، ونقلبها في الحين، منخليهاش حتى كتحمر لتحت. وكنبقى ندورها بيدي بشويه بشويه، الا ما قديتوش تقيسوها بيديكم دوروها بشي حاجه اخرى. هانتوما كتشوفوا كتنفخ وكتجي عامره في الجناب. كنتمنى انكم فهمتوا هاد الطريقه، راه سهله وزوينه. صافي، دابا ملي تحمرات غادي نحيدوها من المقله ونعاود معاكم وحده اخرى. كنرشها بشويه الزيت ونقلبها من الجهة الأخرى. صافي، ملي تحمرت من جوج جهات غادي نحيدها من المقلاة، ونستمر على هذه الطريقة حتى نسالي البطبوط ديالي كله. هذا هو الشكل النهائي ديال البطبوط ديالي، نتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم. كنصحكم انكم ديروا هذه الطريقه، راه كيجي لذيذ وكيجي عامر في الجناب. هانتوما كتشوفوا كي كيجي عامر وكيجي زوين بالخضار والكفته. بالصحه والراحه، في امان الله.